حضورنا الكرام، جمهورنا جميل ياكم حاضرين معنا في هذه الأمسية، رايحين تستمتعوا معنا أكيد مع فرقة. هذه المرة هي فرقة أخرى جاتنا هذا المساء، وهي جمعية الأجيال الصاعدة. هذه الجمعية اللي جاتنا من ولاية غردايا، تحية لولاية غردايا. هذه الجمعية اللي تم إنشائها سنة 1992 هي من بين الجمعيات اللي دائما تسعى من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والترويج لموروثنا الثقافي حتى خارج حدود هذا الوطن، وكل هذا من خلال شبابها ومن خلال الجيل الصاعد. نسمع أجمل تحية وأحلى سلام لكل أعضاء جمعية الأجيال الصاعدة. لش المثال سداس أسو لش غرس يواف نسد نشنين دي مكراس الأجيال الصاعدة استغردان نسد نشنين دي مكراس الأجيال الصاعدة استغردايت هاني نسد أن نجمعهم تفاسكا نيمازيغا. Yeah.